وسهلا بكم أعزائي المشاهدين الكرام في هذا اللقاء الجديد والمميز من لقاءات برنامجنا الوطني كفاءات أردنية. وكما عودناكم دائما نستضيف نخبة النخبة من أبناء هذا البلد، ونحن الآن بضيافة كفاءة جديدة وهو السيد زياد العوادي صاحب مركز الوديع للمواد التموينية جملة ومفرغ. سيد زياد، بالبداية نحكي لك مساء الخير. مساء الخير. طبعا سيد زياد منورنا عبر شاشتنا. الله يبارك فيك. خلينا بالبداية نتحدث عن حياتك العلمية والمهنية قبل بدء في هذا المركز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. أنا سيد زياد حمود حاسر العويدي، هويتي شخصية، عمر 43 سنة، أحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة العامة الجامعة الأردنية. سيد زياد، خلينا نتحدث عن تأسيس هذا المركز، متى تأسس؟ تأسس هذا المركز في 30/6/2016، ما يقارب العام ونص. أكيد الله يطرح لكم فيه البركة. أيضا خلينا نتحدث عن الخدمات المقدمة داخل هذه المركز. الخدمات التي يقدمها مركز الوديع للتموين جملة مفرقة من الاسم المضمون، هو نتعامل في الجملة والمفرق. دائما عندنا عروض على مدار الأسبوع، على مدار الأيام، بكون المنطقة تفتقر لهذا الخدمات، حيث لا يوجد فيها مؤسسة مدنية أو عسكرية. فدرست المنطقة، رأيت أنه من المفروض يكون في هذه المنطقة سوق تجاري يخدم أبناء المنطقة. سيد زياد، خلينا نتحدث عن المواد الموجودة داخل هذه المركز، هل هي من السوق المحلي أو مستوردة؟ بالنسبة للمواد اللي متعامل فيها في هذا السوق، نحن بتحكي 80% هي مواد من السوق المحلي. والجزء الباقي يكون مستورد على حساب شركات تأمننا في هذه السلع للمركز. أيضا خلينا نتحدث أنه كل شخص في بداية حياته المهنية بيواجه بعض المشكلات المعوقة. ما هي المشكلات والمعوقات اللي واجهتك، وبتحب توجه رسالة للمسؤولين لحل هذه المشاكل؟ بالنسبة للمشاكل اللي واجهتنا في أو في أي مشروع، ليس هذا المشروع على حسب، هي مشروع زي ما أحكي لك التموين، تمويل عفوا. بالنسبة للتمويل هي نقطة أساسية في أي عمل تجاري. يعني واجهت مشاكل مع التمويل أنت؟ في حلول لهذه المشاكل؟ الحلول يعني نوجه رسالة إلى المسؤولين في هذا البلد أن يكون مثلا في إعفاءات أو مساعدات على قروض لتمويل مشاريع الصغيرة أو الكبيرة أو أي مشروع في هذا القبيل. أكيد رسالتك راح توصل. أكيد سيد زياد، كل شخص بيطمح للأفضلية، ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية لحضرتك؟ والله طموحات أي إنسان في الكون أنه يحاول يلبي رغبات أو حاجات موجودة في مخيلته. أكيد. فبالنسبة لي أنا بداية ممكن بسيطة جدا، لكن بفضل الله والحمد لله، بفضل شغلنا في هاي المنطقة بطمح أنه يكون أكثر من هيك. أكيد أكيد الله يطرح لكم في شغلكم البركة. خلينا نتحدث أيضا، تنصح الشباب يتجهوا لهذا القطاع؟ أكيد بالنسبة لهذا القطاع هو قطاع يعني عدم مؤاخذة للعمالة الوافدة. ابن البلد في هاي الشغلات لا يمكن يشتغل. صحيح. وجربت أكثر من مرة بيشتغل أسبوع أسبوعين شهر، أحكي لك أنا ما بتوفي معي، عنده مناسبات. صح. عنده التزامات، مناسبات اجتماعية، فعشان هيك ما بيستمر. صحيح. أيضا خلينا نتحدث عن الأسعار داخل هذا المركز، هل هي في متناول يد الجميع؟ بالنسبة لأسعارنا هي أسعار جملة زي ما حكيت لك. صحيح. بداية الحديث. وهي أسعار على مدار الأسبوع أو مدار الشهر، في عنا عروض على طول. أكيد أكيد. أيضا سيد زياد، خلينا نتجه لمحور آخر، لو صادف يوم من الأيام والتقيت بجلالة الملك عبد الله الثاني، ماذا ستقول له؟ أول شيء نوجه رسالة إلى الملك أنه أبناء الشعب الأردني هو شعب معطاء. أكيد. يحب العطاء، لكن في صعوبات نفس الوقت. صحيح.
فيكون مثلا إيعاز، أكيد. دعم لقطاع الصناعة، قطاع التجارة، قطاع الزراعة، كل قطاع له صعوبات. صحيح. أيضا خلينا نوجه رسالة أكثر بمناسبة نعمة الأمن والأمان الذي يتمتع فيها بلدنا، وطبعا زي ما نحكي دائما أينما وجد الأمان وجد الاستثمار، والجميع بيحكي أنه الأردن زي حديقة داخل حريقة. وخلينا نوجه رسالة عبر شاشتنا لحماة الوطن العين السهر على الحدود. وش نوجه رسالة إلى الأمن وأنه إحنا يعني في وضع نحسد عليه، أكيد. حيث الأقطار التي حول الأردن مثلا نلاحظ مشاكل، صحيح. نعرات طائفية، فهي الشغلة مش موجودة في الأردن. أكيد. الله يديم نعمة الأمن والأمان علينا وعلى جميع البلاد العربية. زياد، خلينا نحدد للسادة المشاهدين موقع هذا المركز، وإذا عندكم صفحات على الفيسبوك أو بتحب تذكر الأرقام للتواصل. بالنسبة لموقع مركز الوديع هو ماحص الشارع الرئيسي بعد دخلة نادي شباب ماحص. تحب تذكر الأرقام سيد زياد؟ ممكن، في أرقام للتواصل 079-730-1746. أكيد أكيد الأرقام راح تظهر على الشاشة سيد زياد. وفي نهاية لقائنا أعزائنا المشاهدين الكرام، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للسيد زياد العوادي صاحب مركز الوديع للمواد التموينية، وشكرا لجهودك معنا. شكرا لك وأهلا وسهلا، الله يبارك فيكم. أهلا، بارك الله فيكم. سيد عبد الله الشبلي، أهلا وسهلا فيك يعني عبر شاشتنا. سيد عبد الله، إحنا التقينا فيك من داخل مركز الوديع للمواد التموينية، ممكن تحكي لنا عن تجربتك من داخل هذا المركز وبالنسبة للأسعار؟ الحمد لله، أول شيء أهلا وسهلا فيكم، شرفنا بجيدكم ومحطتكم. مركز الوديع له تقريبا سنتين جار لنا، وما أحس ينقصها المؤسسة العسكرية والمدنية، فأجى المركز علاج للبلد. وما شاء الله بالنسبة للأسعار بالجملة والمفرق، يعني قارنت أسعار برا ما أحس وعند المحلات تفرق كثير عند الوديع. وما في إشي الكويس إنه تدخل على محل بتأخذ كل أغراضك، بغض مش من محل لمحل حتى تجمع أغراضك، لا. هذا مركز شامل ومتكامل بالضبط، تأخذ كل أغراضك منه. ومناسباتنا كثيرة ما حصل الحمد لله، ودائما داعمنا بالمناسبات، ما شاء الله. النجاح، التخرج، الأفراح، نلاقي عنده كل شيء بأي وقت، يعني بكل أيام الأسبوع. أكيد أكيد. وهذا إشي يسجل للمركز. صحيح. وما شاء الله يعني عليك. أنا واجهت إنه في ما شاء الله إقبال لهذا المركز. ما شاء الله عليه. الله يفرح لهم في البركة. سيد عبد الله، خلينا أيضا بتشجع المواطنين يجوا ياخذوا من هذا المركز. نعم. أكيد أكيد. وأنا شجعت كل أقاربي، وأنا زبون عنده يعني من فتح المركز بحكم الجيرة وابن البلد. أكيد. الله يفرح لكم في البركة. شكرا لجهودك معنا سيد عبد الله، وأهلا وسهلا. فرصة سعيدة جدا. أهلا. فرصة سعيدة جدا، الله يعطيك العافية. نستكمل حلقتنا أعزائي المشاهدين من أحد زبائن مركز الوديع، وهو سيد زيدان العبادي. أهلا وسهلا فيك سيد زيدان. فيكم أكثر من تشرف فيكم. ممكن تحكي لنا عن تجربتك من داخل هذا المركز؟ يعني أثناء تسوقي داخل المركز شفت أنه أسعاره أقل أسعار من أسوأ المنطقة، وأسعاره مناسبة كثير يعني. صحيح. وأنصح الكل يتعامل معه، وأنا زبون دائما عنده من فتح من خلال سنة وثمان شهور، سنة وسبع شهور. كنت يعني من أول الزبائن داخل هذا؟ من أول الزبائن، والحمد لله أسعاره يعني طبيعية جدا ورخيص بالنسبة لمستوى الموقع ومستوى المؤسسة المدنية والعسكرية، تقريبا نفس الأسعار، أقل في بعض الأسعار أقل منهن. يعني أنت بتشجع أهالي المنطقة يتجهوا لهذا المركز؟ نعم، أهالي المنطقة أنهم يتعاملوا معه كأسعار، أسعار جدا رخيصة. يعني في نقدر نحكي أنها في متناول يد الجميع. نعم صحيح. أهلا وسهلا فيك سيد زيدان، ونورت شاشتنا وشكرا لك. العفو. تكمل حلقتنا أعزائنا المشاهدين مع ابنة السيد زياد العوادي، تفضلي. في البداية أنا أحكي مرحبا، وبصراحة هذا المحل يعني محل أسعاره مناسبة، وأنا بشجع الكل إنه يجي على هذا المحل لأنه الأسعار مناسبة للكل، وما في حدا إنه يعني مش بإستطاعته إنه يشتري. أكيد أكيد، شكرا لك ونورت شاشتنا.